بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم نلتقي في تجربة جديدة تقوم بها جامعة الليبية الدولية للعلوم الطبية في مجال التعليم الطبي، وهو ما نسميه الانتر بروفيشنال ايديوكيشن أو التعلم ما بين المهن، وهي استراتيجية تضمن التفاعل بين مختلف التخصصات الطبية. نحن نعلم أن العمل في البيئة المستشفيات والبيئة الطبية بصفة عامة عمل معقد ويحتاج إلى كثير من التنسيق بين مختلف التخصصات. وللتأكيد على الموضوع، أن من أهم أسباب الوفيات في المستشفيات في الولايات المتحدة الأمريكية هو الأخطاء الطبية، وهذه الأخطاء الطبية غالبا ناتجة عن سوء التواصل بين مختلف التخصصات، بين التمريض والأطباء والصيادلة وما إلى ذلك من التخصصات والعاملين في المجال الطبي. من هنا نشأت فكرة التعليم ما بين المهن، أن طلاب هذه الكليات الطبية يقومون بدراسة مواضيع مشتركة فيما بينهم على مدى سنوات الدراسة. في خلال هذه الفترة يتعلمون كيفية احترام بعضهم البعض، تقدير خدمة كل منهم، التواصل الجيد فيما بينهم، فهم وظيفة الطرف الآخر، فهم حدود وظيفة كل طرف، وفهم النقاط المشتركة، الخدمات المشتركة فيما بينهم التي تحتاج إلى تبادل الآراء وأحيانا حتى التنازل عن المهمة للطرف الآخر من أجل مصلحة المريض. من هنا أخطأت الجامعة الدولية البدء في هذا البرنامج، وشكلنا فريق مختلف الكليات الطبية وقمنا بعدة ورش عمل، ودربنا هذا الفريق على صياغة منهج على الأقل لمدة سنة كاملة. في هذا المنهج يتضمن مجموعة من ورش العمل والجلسات التعليمية، يشترك فيها طلاب الكليات الطبية المختلفة في الجامعة. واليوم 27/5 ستبدأ أول جلسة في هذا البرنامج، وأنا أشكر كلية الصيدلة وكلية الطب وكلية العلوم الطبية التطبيقية للمشاركة في هذا البرنامج، لأنه بالفعل سيحسن من كفاءة الخريجين ويحسن من عملهم في المستقبل، وفي النهاية يفيد القطاع الصحي ويفيد المرضى. هو نشاط مهم جدا للطلاب، خاصة طلاب العلوم الصحية، لأنه هو نشاط يجمع الطلاب من تخصصات مختلفة، ويساعد الطلاب أن كل طالب من تخصص يكون عنده القدرة أن يفهم دور الطالب في التخصص الآخر، يعرف أيضا حدود هذا الدور، يعني يعرف وين هو دوره يبدأ وين ينتهي. لما يعملوا الطلبة يشتغلوا في مجموعة واحدة، يكونوا العمل يكون ضمن المجموعة، يتعلموا كيفية العمل ضمن المجموعة بديناميكية، أيضا يتعلموا احترام الاختلاف، يتعلموا الإيمان بأن كل شخص هو شخص مدرب، هو شخص قادر، هو شخص يتطلع إلى التحسين، هو يمثل قيمة ضمن الفريق، وبالتالي لا يكون هناك تعالي من شخص على شخص آخر أو من مهنة على مهنة أخرى مستقبلا. نشاط اليوم بالجامعة الليبية الدولية هو استمرار لاهتمام الجامعة بتطوير استراتيجيات التعلم، هو الاهتمام الجامعة بالتعلم الذاتي المرشد والانتراكتيف، التعليم التفاعلي. مهم جدا نشاط اليوم، لأنه هو أول نشاط يعتبر في الجامعة بخصوص الـ IPE، وبالتالي هو نشاط يهيئ بيئة مناسبة داخل الجامعة لها الـ IPE، ومستقبلا أيضا يهيئ لدمج الـ IPE داخل المناهج. بالنسبة للمجتمع
لما الطلاب يبدوا يشتغلوا مع بعضهم من خلفيات مختلفة داخل أروقة الجامعة، يشتغل طالب الصيدلة مع طالب الطب البشري مع طالب الأسنان مع طالب الصحة العامة إلى آخره، يطلعوا الطلبة بعدين لما يطلعوا لسوق العمل يبدو عندهم القدرة أيضا أنهم يشتغلوا مع بعضهم داخل سوق العمل. بالنسبة للمؤسسة، الأهمية النشاط اليوم أن نشاط الـ IPE هو أحد متطلبات الاعتماد الدولي، يعني عالميا ودوليا لم تعد هناك أي برامج طبية أو متعلقة بالتعليم الطبي أو التعليم في المجالات الصحية، لا يعتمد أي نشاط حاليا إلا إذا كان ضمن البرنامج أنشطة الـ IPE أو التعلم بين المهن. نحن يعني الحمد لله اليوم يعني منذ دقائق استكملنا الأول مرة يتم فيها تنفيذ الـ IPE وهو الـ Interprofessional Education، وهو نوع من أنواع أو نمط من أنماط التعلم الذاتي المرشد الحديث اللي نفتخر بأن ينفذ في الجامعة الليبية الدولية للعلوم الطبية في بنغازي في ليبيا، ونكاد نجزم بأنه لم ينفذ في أي دولة من دول شمال أفريقيا على الأقل. هذا النوع من النمط الحديث من أنماط التعلم المبني على تنمية أحد أهم المهارات اللي تصب في صالح المريض، وهي المهارات التعاونية ما بين المهنيين المختلفين. هذا النوع أصبح الآن من التعليم يعني حتى الجهات الاعتمادية الدولية يعني أصبح لها مهمة جدا جدا أنها تسأل على ما مدى قدرة هذه المؤسسة التعليمية الطبية على تنفيذ هذا النوع من التعلم من التعليم، وهو نوع جدا مهم لأن زي ما قلت لكم يطور في الخدمات التعليمية والرعاية الصحية للكل.